جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا في الصلاة أقوم من الركعة ثم أنسى السجود، وأقوم بقراءة الفاتحة وسورة أخرى، أو أنسى قراءة الفاتحة. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ من نسي ركنا في الصلاة من إحدى الركعات كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود، فإنه يأتي به، يعود ويأتي به، وتكون ركعته صحيحة، يأتي به بما بعده، يأتي به وبما بعده، وتكون ركعته صحيحة، إلا إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يعود، بل يستمر في الركعة وتكون هي الأولى بالنسبة له، وتبطل الركعة التي ترك منها الركن، ويكمل صلاته على هذا الاعتبار ويسجد للسهو. نعم.